السلام عليكم ورحمة الله. اليوم عندي درس علم الكيمياء للصف الأول متوسط المنهج الجديد. رح ناخذ أول صفحة، صفحة 7، حركة الجزيئات، حركة جزيئات المادة. يلا يا ماما خلينا نلخص. سؤال يقول لك: لماذا ندرس علم الكيمياء؟ هعيني أو نقول أول مرة نعرف علم الكيمياء. هو فرع منا يبدي، هو فرع من فروع العلوم الطبيعية، حيث يدرس علم الكيمياء خصائص المواد من حيث تكوينها وبنيتها وصفاتها وسلوكها، فضلا عن التغيرات التي تطرأ عليها من تغيرات فيزيائية أو تغيرات كيميائية. تعريف علم الكيمياء هعيني الحد هذا منا، من فرع الحد هذه. زين، يقول لك لماذا ندرس علم الكيمياء؟ ليش ندرس علم الكيمياء؟ شو أقول؟ أقول ندرس علم الكيمياء بواسطة دراسة علم الكيمياء، تتعرف عن خصائص وتتعرف عن خصائص وسلوك المادة. بس هيجي يقول لك لماذا ندرس علم الكيمياء؟ شو اقول له؟ اقول له بواسطة دراسة علم الكيمياء نتعرف على خصائص وسلوك المادة. هنا تعريف المادة: هي كل شيء في الكون له كتلة ويشغل مساحة. هاي شنو؟ هاي تعريف المادة. عندنا حالات المادة: صلبة وسائلة وغازية، والحالة الرابعة هي حالة البلازما. الحالة الصلبة يقول لك خاف، يقول لك هل توجد حالة رابعة للمادة؟ يقول نعم توجد حالة رابعة للمادة، هي تسمى البلازما. مثل ايش؟ كما في انابيب الفلورست الضوئية النيون، وفي الغلاف الجوي عند حدوث البرق. هسه عندنا حالات المادة: صلبة وسائلة وغازية. الصلبة شكل ثابت وحجم ثابت، السائلة حجم ثابت وشكل متغير، الغازية لها شكل وحجم متغير. البلازما هاي ذكرتها. يقول لك ما المقصود بعلم الكيمياء؟ نعرف هذا علم الكيمياء. هسه ننتقل لمن؟ إلى صفحة 8. يلا يا ماما اليوم راح ناخذ 7 و8، إن شاء الله على الفيديو اللي يجي نكمل البقية. يلا عيني. تعريف صفحة 8 هسه ناخذها. يقول لك: هل تتحرك جزيئات المادة الصلبة باستمرار؟ هذا سؤال. شو اقول له؟ هذني السطرين. اقول له: المادة في جميع حالاتها الثلاثة تكون جزيئاتها في حالة حركة مستمرة. هذه الحركة يطلق عليها بالحركة الجزيئية. تعريف الحركة الجزيئية: هي حركة الجزيئات المكونة للمادة في اتجاه معين، وتقسم 4 أنواع: الحركة الاهتزازية، والحركة الانتقالية، والدورانية، والعشوائية. هاي أقسامها. هسا ننتقل إلى الحركة الاهتزازية. تهتز فيها الجزيئات في الحالة الصلبة حول موضعها الثابت بصورة مستمرة، وتكون فيها الحركة بطيئة وضئيلة، إذ إن جزيئات المادة الصلبة تكون متراصة وأواصرها قوية، وإن المادة الصلبة تتخذ شكلاً محدداً وحجم ثابت. هذا تعريف الحركة الاهتزازية. بسبب الحركة الاهتزازية تحصل تصادمات بين جزيئات المادة. يقول لك شنو السبب مال الحركة الاهتزازية؟ أقول له تحصل تصادمات بين جزيئات المادة، فتنبعث طاقة تسمح بتوصيل الحرارة من جزء إلى جزء آخر كما في المعادن، وتكون قابلة للانحناء وقابلة للطرق والسحب، وتساعد المادة الصلبة بالحفاظ على شكلها وصلابتها. زين، هنا عندنا يستخدم السلك النحاسي نقل الكهرباء في نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء وصناعة الإلكترونات والدوائر الكهربائية. ماذا يستخدم السلك النحاسي؟ أقول له إذن في نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء وصناعة الإلكترونات والدوائر الكهربائية. إن طاقة حركة الجزيئات الاهتزازية تكون أقل من قوة الجذب بين الجزيئات. هعني
أقول له لأن المادة الصلبة لا يحدث تغير شكلها بسهولة من دون التعرض لقوة ما مثل قطعها أو كسرها. هنا أكو سؤال يقول لك ما الحركة الاهتزازية، ما الحركة الاهتزازية في المواد الصلبة؟ نعرف الحركة الاهتزازية هذا. إن شاء الله نكمل وياكم صفحة 9 وصفحة 10.